مساله نوري تشكل اخواني داخل جمع النهار هذا نيتين الاخوان الصحبه الله يجزهم بخير وحشكم بزاف والحمد لله هذا يعني نشاط كبير نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا المساجد الحمد لله كندير واحد الدوري خاص للمساجد علاش المساجد لاعب سابق الهلال الناظور يغرى كيدير الفتوى كاين الفرقه الصحبه تنظم اجن الدوريه والسنايين خلال هذا اللقاء أريد أن أشكر الصحبة على هذه التظاهرة من خلالها جسم واحد متواصل فيما بينهم تشهد مدينة فرانكفورت خاصة نشاط جمعوي. Es ist eine sehr schöne Gelegenheit, dass wir uns hier treffen und dass wir sehen, wie die Brüder hier zusammen spielen. لقاء رياضي نظمته مساجد فرانكفورت وضواحي ضيافة تاع جمعية الصحبة هذه مجيبية اللي ما شاء الله عليها يعني خدت واحد الاتجاه بسم الله الرحمن الرحيم ايت مسويف من المتابعين غعز المتابعين قناه زنغ المباشر من مث جام سانيتازي ديزن فرانكفورت وبالضبط غريسهايم سكاوم بجد تحيه تم قران زيرت جاك مورينو وقاهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المجموعه الصحبه غيث مسويف مره اخرى الى مجموعه الشباب دي مغربيين مولين جارسن واتفق جارسن حمد كن الدوري انت مزيده وين ويسترين دي فرانكفورت من دغ يوقعن الحفله البهيج الحفله الكبير دانيتا اكيد نتزامي ان شاء الله لحظه بلحظه وذيس ان شاء الله فوز بعمره وغياب عن عمره ان شاء الله وت يعني تغيسين اكيد نتزامي ان شاء الله لحظه بلحظه قيمه كاين غير مسويتهم ودو انا توجه بالشكر والتقدير للسيد سعيد جزولي رئيس جمعيه الصحبه على دعوته الكريمه لحضور فعاليات هذا النشاط الرياضي هذا الدوري المنظم على مستوى الجمعيات الدينيه والفرق الكرويه المشاركه لحظة يجتمع فيها الحمد لله المغاربة ويتواصلون فيما بينهم وهذا هو الذي يبقى خاصة بعد نهاية الدوري تلك الروح الوطنية التي تتعزز من خلال لقاءاتهم وتواصلهم ويظلون كجسم واحد متواصل فيما بينهم تشهد مدينة فرانكفورت خاصة نشاط جمعوي متعدد الاهتمامات والأنشطة خاصة في مجال الرياضي وفي عدد من التظاهرات كرة القدم المنظم وخاصة على المستوى الدوري بالأمس شهدنا وشاركنا في دوري منظم على مستوى راونهايم واليوم الدوري منظم مدينة فرانكفورت لا أنسى نتوجه بالشكر للجمعيات الدينية على دورهم في تأطير الدين وفق الرؤية الوطنية للمملكة المغربية تقوم على الاعتدال وعلى الوسطية وكذلك دورهم في توفير عدد من الخدمات لفائدة أفراد الجالية المغربية مشكورين جهود جبارة تتطور من سنة إلى أخرى كما أود أن أشكر جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الدوري الكروي من الفاعلين الجمعويين والجمعيات المغربية وشكرا لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان احييكم في تحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي نهار غنخدم نتواجد في فرانكفورت من العلب طارق اسفوقي طارق الكريسايم الفرقه الصحبه تنظم اجن الدوري والسنايين في عرض خمزيداوي ان شاء الله 16 انت مزيداوي الفرق انت مزيداوي اللي شارك عند هذه التورنويا ونتمنى الله تعالى ان يوفق ان شاء الله تو السنين التورنوي تنظم فريق الصحبه نعم سي نعرف خاصنا نخلي اخوانا كاين في شهر كاين اجل الجو المليح ونسى الله تعالى غادي يوفق ان شاء الله للمستقبل انا يعني ديال المزيد ان شاء الله نشيل الحرقه نخمل يعني تنين الهدف من زي المجموعه اذا انت جاميه غنتمنى نزيد ان شاء الله ديري التعارف جارسنا ديري الاخوه المليح ان شاء الله ايوا داني تينا قنعه مسيدي هذا انت الجمهور المليح ان شاء الله نشكر قناه أزغن غير مباشر الأخ عيسى الله يجازيه بخير مرمي قرب ده حتى كان هنشكاره بزاف يتهتم المسألة إن شاء الله ذلك إخوان بدون غيرنا خجلنا يجن جودان التيني عجيب نار إن شاء الله وإن شاء الله تعالى ذي وفق ذي المستقبل إن شاء الله ذي ماني مانيا هذا يوسع هذا سنعني ذي ركتازي مانيا إن شاء الله وذي الأنشطة تنغني إن شاء الله
دوان ميدو غالي في ساعتين دوان ان شاء الله من هذه نشال المزيد ان شاء الله من بعد ادنى علي شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اخواني الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم سعيد الجازولي من الرئيس نتاع فريق الصحبه. اخواني الكرام اولا نعرفكم على الفرقه ديال الصحبه. الفرقه الصحبه الحمد لله دابا 8 سنين حنايا مجموعين. كاين الاخوه اللي كانوا في 2016 بدينا بثمانيه ديال الناس والحمد لله دابا من بعد 8 سنين وصلنا ازيد من 40 شباب 40 ديال الناس اللي كيلعبوا الكره هنا في هذا الملعب نتاع طارق والحمد لله. ومنين وصلنا لهذا 2016 قلنا اجو نديروا واحد النادي ان شاء الله نديروا جمعيه ان شاء الله تعالى. ومن العام اللي فات بدينا كنجمعوا المساجد الحمد لله كندير واحد الدوري خاص للمساجد. علاش المساجد؟ اي انا كنقول المسجد الدار ديالي الثانيه، عندي الدار ديالي اللي كنسكن فيها مع وليداتي والدار الثانيه هي المسجد، تما كنتلاقى الاخوان ديالي. ولا تجمعنا ان شاء الله الى المسجد دار الدور ديالو هذا هو النصر ان شاء الله، هذا هو الكل شيء. وهذا الشيء اللي بغينا الحمد لله. بدينا العام اللي فات كانوا 8 ديال الفراقي الحمد لله. اليوم كتشوفوا 16 فرقه اللي جات 16 مسجد. كان المسجد المهم مساجد فرانكفورت والمسجد النواحي ديال فرانكفورت الحمد لله. والاخوان ما شاء الله كلهم فرحانين وان شاء الله تعالى نتمنوا ان شاء الله العام الجاي نديروا اكثر. وفبارك الله فيكم الله يجازيكم بخير. مرحبا بكم عندنا ان شاء الله. راه باغي ان شاء الله الاخوان يجيو ينضموا لنا ويدخلوا معنا ان شاء الله في الجمعيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثومات عيسى تشكري ثواسي تغنق القدة كالعادة، هذا عهد هذا ما عهدناه عليك ما عهدناه عليك. الحمد لله النهار هذا نهضم قران ما مشت والو. عدد كبير من الجمعيات 16 مسجد ما شاء الله 16 مسجد اللي كاين غير حضان دانيتا. اجن عرس مغربي بامتياز والرايه المغربيه حاضره بكل بطبيعه الحال. اذا لغايه الان الامور كبار ما مشتوا تتمنى يعني الاخوان. اجن الفرصه للتعارف و عشان نشد الصادقين 20 سنه وزريق زقوم تفوت خريبه ديال المغرب وزريق. السي عبد الحميد الزعيمي لاعب سابق الهلال الناظور يغرى كيدير الفتوى كاين يعني زيد الدراسه ديال الطفوله الحمد لله. ارمي زريق انت وديع قرشا حيث شابق انت قاعد ما شاء الله شاب وطيج فرصه تبقرات. ونتشكى مار ديوسين الجمعيات كاين غير حضان المساجد ونتمنى المناسبه ان تتكرر مرارا وتكرارا. وشكرا على زغنغان المباشر على هذه الاستضافه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه نتحيى الاخوان يتجان خلقنا قناه زغنغان المباشر او المباشر. ثاني حاجه نتشكر او كذلك اجن السلام الاخوان مار متتبعين القناه. مساله نهار نتشكر الاخوان اللي خرج مع النهار ثانيتين الاخوان الصحبه الله يجزهم بخير. ونشكي سن عضو او المجموعه نسن جمعنا نهار ك سائر كل عام نجمعت الدوريه الحمد لله ما مشت ورم اجن الدوري تبارك الله. وخا الجو وجبه مناسب ولكن الحمد لله الامور كانت مليح. ذا ما يقارب 16 الفرق الحمد لله مار زيت مزيداوين اجن النشاط اجن الفرحه. ونتمنى ان شاء الله هذا كل شيء مليح بخير وعلى خير. و المريمان يتعلق انه المسائل مساله شكاره المحبه جاء الاخوان الموده وكل شيء ان شاء الله ويستريبوا اي حاجه من مره ان شاء الله هذا عذاب بخير وعلى خير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله على هذا النهار الكبير اللي وفقنا فيه الله سبحانه وتعالى اننا اجتمعنا كل المساجد تقريبا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكنشكر الاخوه اللي قايمين على هذا المؤتمر كما نسميوه مؤتمر كروي اللي كيجتمع فيه كاع الاحباب والاخوان وهي جمعيه الصحابه الصحبه. كنشكرهم بزاف والحمد لله هذا يعني نشاط كبير. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونعاودوا مرات ومرات ومره اخرى. شكرا 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 والحمد لله الامور يعني عائليه. هذا الشيء يعني كنفتخروا به
ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا. وكما كتشوفوا يعني كل شيء منشط، كل شيء كيضحك، الابناء الكبار كل شيء هنا يعني من الصغار الى الشيوخ، وغادنا في الله سبحانه وتعالى وكنقوم فيه يعني كنتلقاو كاخوه، تقام فيه الصلاه الحمد لله، فيه الاكل الحمد لله، فيه الشرب، يعني كل شيء موجود الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا شكرا شكرا وجزاكم الله خير. السلام عليكم. انا من خلال هذا اللقاء اريد ان اشكر الصحبه على هذه التظاهره، من خلالها يعني يكون جمع للمسلمين وخاصه المغاربه، وانا جيت سعيد يعني هذا الطوبه ديالنا الحارس ديالنا الاخ عبد الحق، عن احنا مشاركين عن مسجد التقوى ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا التقوى مسجد التقوى يفوز بهذا اللقاء ان شاء الله. يلا السلام. السلام عليكم. حنا تنتواجدوا الان في فرانكفورت في ضيافه تاع جمعيه الصحبه. هذه الجمعيه اللي ما شاء الله عليها يعني خدات واحد الاتجاه مغاير للجمعيات الاخرى، لانه بدات يعني خدات على العاتق ديالها تنظيم انشطه رياضيه وانشطه اللي عندها علاقه بالشباب خارج النطاق العادي اللي هو يعني داخل في الجمعيات الاخرى، وبالتالي يعني تنسق مجموعه تاع الانشطه اللي تتخص ربما كاع الجمعيات الاخرين. تنوب هذه الجمعيه هذه وبحضور السيد القنصل بطبيعه الحال، يحصل لنا انه شرف نكون حاضرين معكم تشجعكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاتس ويلكومن هير بايم فوتبول تورنير der Moscheeverein. Es ist eine sehr schöne Gelegenheit, dass wir uns hier treffen und dass wir sehen, wie die Brüder hier zusammen spielen. Möge Allah die Organisatoren dafür reichlich belohnen, auch die Stände und jene, die das Essen machen und so weiter, möge Allah sie reich belohnen. Und Alhamdulillah ist eine Gelegenheit, auch hier die Imame zu treffen. Möge Allah unsere Herzen immer vereinen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabb al-alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يمل الدين. نحن اليوم في هذا اللقاء لقاء رياضي نظمته مساجد فرانكفورت وضواحيها تحت عنوان الصحبة الصالحة. أنا في الحقيقة في بداية الأمر أشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء شكرا جزيلا من أعماق القلب، لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين مساجد المنطقة كلها وبين أبناء المساجد. في الحقيقة كل سنة مسجد ينظم رحلة لمفرده، ولكن هذا اللقاء استطاع أن يجمع بين المساجد كلها، وعنوان الصحبة بمعنى نلعب الكرة لهدف، والهدف هو جمع الشمل وتوحيد الكلمة والقدوة الحسنة بإذن الله تبارك وتعالى. وما أثلج الصدر وجود الراية المغربية ترفرف في هذا الملعب، يعني هذا شيء يعني حدث اسمحوا لي والله في بداية الأمر يعني لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن مدى فرحه وسروره في مثل هذه اللقاءات المباركة التي تجمع بين الجالية المغربية، والهدف منها هو ربطهم بوطنهم، ربطهم بتراثهم، جمع الكلمة وتوحيد الصف. مرة أخرى أشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء شكرا لا أستطيع أن أعبر عنه بلساني. بارك الله فيكم. مجنون من غير مسؤول مال المتتبعين غير عزن مجموعة الصحبة يتكون سجل مجموعة الشباب ذي مبدوكر السل الجمعية في إطار أخوي غالبا لمغربيين وزي المنطقة ناري في عزن مسؤول مال المتتبعين غير عزن تظاهرات شنو فينا أنينت تماسك الألفة جاي مغربيين نغ جان ثوان انت مواطن النغ صراحة أمسية شنو فينا يجب أن تكرر. هذا حارس مرمى من تونس، حارس مرمى من تونس ما شاء الله، تحية للتوانسة. إذا نيت مسويت ما مجدوم النغ مجموعة الصحبة يجمع دانيتان يجمع مجموعة الإخوان
مامش سريم انه ربعاد خربي ومرقين وجن تحيج اللاعب هلال الناظور يديوسين دانيتان رنتحو مان هذه حضاري اللقاء ونيتا صراحة لقاءات شنو فينا مجدو من نيغ يجب أن تكرر وتكرر مجهود ضمت خران تقيف المجموعة الصحبة غيث ما سويت ما الصحبة يتكون مجدو من نيغ تجي مجموعة الشباب من خيرة شباب المغرب تسن دانيتا حمان هتسمون نيت مدسن زي مزيدة وين تقريبا أكثر زي 16 تمزيدة وين جاء 14-16 ربما ذينا الشباب إذا يشارك عندي المناسبة هي ثانية التظاهر هي ثانية وغتيري نغيجن القرعة نغيجن العمرة هدية أو نقان هدية عمرة وتغيسين وتغيع بحني إن شاء الله هنيئا له تقبل الله من الجميع وتقبل الله من الذي أهدى هذه الهدية القيمة هدية الكبيرة والعظيمة إثم سويهم المتبعين غعز السلام عليكم إذا نزل نباس الله يحمدك أخويا بارك الله فيك الله يكرمك بارك الله فيك الله يجزيك بخير ياك اللهم بارك إذن إثم سويهم المتبعين غعز الشباب كلهم نشاط وحيوية ذنيتا اخويا عايز السردين بويا السردين بويا السردين بويا هاي ما شاء الله السلاله خص الشواغ اقوم الشباب نعم سيدي نتا النشاط ضم قرن بنت شريطه هذا السنه تعاونكم الاخوان دني تميدس وجادن على قدم وساق عزيز عمر ما شاء الله عزيز عمر مش جيد اخو ما خالتي ربي العالمين بويا فايش اسمي ذا خويا خويا هار عمر الله يرخينا ريح الشباب ايش دحيا عزيز تيما رقيضون خلي خذ غارب خوني شاد ها خلي خذ غارب خوني شاد هاي 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 الله يلا يجن الله شتي مغارد الشباب ما شاء الله ما شاء الله كرة التحرير مالي ثلا مالي ثلا الحرير ثني مالي ثلا هاي 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 الله أكبر الشباب سيخ انت الجهد زيبويا فا الله أكبر زيغرب وتضرب إذا غير زي ما شاء الله ما شاء الله الشباب الله يجزيكم بخير يجي النشاط يجي الحيوية ذا الشباب والقطيعة النظير اللهم بارك صحة ها من يجا قوم نعم سيدي ذا الشباب كل شيء سوى جزن السارين نعم سيدي مبوجفة هاي 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 النشاط قوم ها حي على الفلاح حي على الفلاح liebe Brüder nach dem Gebet wird es inshallah eine kleine Rede von unserem Sheikh Milud inshallah auf Arabisch und eine kleine Rede von unserem Topstürmer الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنينة وطمئنان إذن لا نحن زجيت ما سويت من المتبعين غيزن أستنى سويتين تسايت حبي اشتغلنا لين إخوة سوجد الجيجة الكريمة ولكن أخوة السينة سويت ميوت إن شاء الله أستنى اللي بقي شفاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Als erstes aber, das zählt nicht zu den 5 Minuten. Ein großes Dank, großes Dankeschön, großer Lob und ein reines Bittgebet für unsere Feste und den Verein Sohba. Sie haben diese Veranstaltung mehrmals organisiert und sie wird von Jahr zu Jahr besser und von Jahr zu Jahr organisierter. Das Zweite, auch wenn ich 54 bin, es gibt keine Veranstaltung, die mir lieber sind oder lieb sind, als die Veranstaltung, wo die Jugendlichen zusammenkommen. Einfach, weil ihr, liebe Geschwister, ihr seid die Hoffnung für unsere Umma, für unsere Gemeinschaft. Unsere Väter kamen hier nach Europa, wir reden jetzt gerade über Deutschland, sie kamen in schwierigen Situationen. Sie hatten Armut hinter sich gelassen, die Bildung war auch nicht besonders groß bei denen, die wenigsten konnten schreiben und lesen. Sie kamen nach Europa und haben viele Probleme hinter sich gelassen. Sie mussten Familien nähren, sie mussten Häuser bauen für die Kinder dort und trotzdem haben sie es nicht verpasst, für uns Moscheen zu gründen. Das haben sie gemacht, vielleicht bewusst oder unbewusst, aber das ist die Sunna und der Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ihr wisst alle, brauche ich euch nicht zu sagen, dass das Erste, was der Prophet gemacht hat, als er nach Medina kam, nach seiner Hijra sallallahu alaihi wa sallam, war der Grundstein und der Bau der prophetischen Moschee in Medina und er hat selbst dran gebaut. Ein Signal für uns, dass diese Identität, die Werte, unsere Werte, unsere Identität, unsere islamischen Werte nicht zu bewahren sind, wenn wir nicht diese Gotteshäuser hätten, wenn wir nicht die Moscheen hätten. Stellt euch vor, unsere Väter hätten Leistung erbracht haben. Wenn man das wirklich... Im Sturm mit mir schwitzt man, muss sich beinreisen. Wie sie kamen nach Deutschland, die hinter sich gelassen haben, ihre Inzimmern haben, ihre Möglichkeiten, ihre Möglichkeiten, في نفس الوقت موعظة وشمل وجمع لشمل مغاربة مسويثما من كل المدن المغربية من وجدة إلى الدار البيضاء ومن الناظور إلى بركان قنيطرة المغربين لحمة واحدة لبنة واحدة كالرجل الواحد مجموعة الصحبة شباب من أفضل وأحسن الشباب إيمانا أخوة وصحبة الصحبة الصالحة المسلمة يجمع عندنا إثمان إثمان غير مسلمين خاصة إثمان غير مغربيين كرجل واحد يجل العدد مزيدة وين يجل العدد غم قرنة مزيدة وين 16 مسجد كلهم أخوة وإيمان مش هذا مرقى النهار غير النهار يوم قرن النهار الملتقى الدوري المساجد شم موضع من كرة القدم يرافقها وترافقها موعظة الحمد لله على هذه اللحظات كل شيء مندني تاعي وذني مزيانني مغان حنجاني مزيانا يجي الألفة يجي الرحمة جاي مسر من الحمد لله نتمنى أذكر المناسبة ذاتنا في وقت توريغ بعض رؤساء المساجد التسند عمي خوجا سي محسين ما شاء الله المهم يجن هذا مقرنا المتتبعين غعز هنايا تظاهرية رياضية يجن الشكر عميق شكر الإخوة اللي سهروا على التظاهرة الرياضية واحد الشكر عميق جزاكم الله عنا خيرا نقول لكم كما يحفظ الله تعالى
نسأل الله أن يحفظكم في أبدانكم ويرزقكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إنما يمير مش نجمع ألم يود سقه وغصة ربنا صراحة. إنما يمير ما لا يهمنا جميعا، هذا يهمنا جميعا، هذا الأمر يهمنا جميعا. أولا العنوان صحبة صالحة، بمعنى أنتم كتلعبوا الكرة مش كتلعبوا فقط، وإنما عندكم هدف، مش محاجة عندكم هدف من أجله كتلعبوا كرة القدم، وهي تعميق المحبة بين الشباب وتعميق المحبة بين المساجد بين المسلمين عموما وخاصة المغاربة. ما يمنع إن كل تمثيلة إجنا رحلة بكسوس ثروانس، كل مسجد كاين ضمن واحد الرحلة كنتكلم في أننا غيجنا رحلة تسموها دايس مرة المساجد، كيما غيجنا رحلة عملتوا لنا واحد الرحلة جمعتوا المساجد كلها وهذا لم ينتبه إليه أحد في ولدي الجميل، لكن يوهدين إلا هذا الفريق اللي منذ فترة وهو كيسهر على تنظيم هذا اللقاء المبارك. إذن خصدونيني وشي ما نغيش النقطة باش نفكر نمشي نتسنسون في المساجد الفكران هذه نجمع الرحلة جماعة المساجد، جماعة رحلة للمساجد كلها. فهذه المبادرة مبادرة جميلة وجميلة جدا، جزاكم الله على خير. بغيت نقول المساجد كنيو انتم ابناء المساجد كنيو طاروان في مسجدها، ولكن المسجد ينبغي ان يخرج الى الناس. المسجد استقط فقيودا خاصنا تعرفوا قيودا تروح لغرف مسجد ذو قليلا، الناس اللي كيمشيو للمسجد قله قليله اللي كتمشي للمسجد، شوفوا في الظهر صلاه العصر صلاه المغرب الى اخره. اذا هذا اللقاء هذا الرياضه هذا الصلاه في هذا المكان اعطيتونا كيف المساجد ينبغي ان تخرج الى الناس اتعرفوا حيودا. هاد اللقاءات زك مرقيه فهم تكن بعضنا بعض وكان اكتشفوا بعضنا بعضا ان شاء الله. فجزاكم الله عنا خيرا، اشكركم مره اخرى شكرا جزيلا. صلينا صلاه جماعه يعني ذكرتونا بصلاه العيد، يشهد الله الا كما رغبت جوا اروانا تيرارا كني ونزري كني قال فرحاني مع الاسف والسير هو غادي يرى راه لك السنه ان شاء الله غادي يرى راه كني خان اختي لهم ان شاء الله عز وجل. الله يجازيكم في خير. شو شوف الحاج خوجا وتيديوي كني وتيديوي هذا ستكون دعوانا وان شاء الله ما ديرها، ولكن يوسف يزرى منايا يعجبات. الله يجزيكم بخير. حاج خوجا كيفاش كيصنع دعاء الشباب؟ دعاء كيفاش؟ دعاء الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. احبائي في الله، احبائي في الله، اهنيكم هنيئا جزيلا، هنيئا لنا جميعا لهذه اللقاء المبارك. فالحمد لله هذه واحد الفرح كبير لاخوة ديالنا جزاهم الله خير الجزاء اللي جمعونا. نطلبوا رب العالمين يجمع شمالنا كاملين ان شاء الله بحول الله. وهذا المنظر هذا كيذكرنا في الثمانينات وفي التسعينات كنا مجموعين الحمد لله، كنا كنصليو صلاة العيد مع بعض وبخصوص في هذا المكان هذا. فهذه واحد الذكرى كبيرة لنا حنا، فهنيئا لنا جميعا. فشكرا جزيلا للجميع. وكذلك سي ميلو طلب مني انا اعمل الدعاء هو كإمام، ولكن مع الأسف الشديد ما قدرتش نقول لا، فحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الحمد لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ارحمهم.
اليوم. اللهم اجمع الرحمات، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم يسر امورنا وامور المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم رب اصلح ظاهر وباطنا، اللهم اصلح ظاهر وباطنا، اللهم اصلح ما فسد من قلوبنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامه من كل اثم والغليمه من كل بر، والفوز بالجنه والنجاه من النار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. الله يبارك فيك. شكرا لكم. الله بارك الله فيكم.